في المنافسات في انتظار إعطاء إشارة البدء للشوط الأول مع منافسات سن الحقائق. بسم الله وعلى بركة الله أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المتابعون الأعزاء أينما كنتم، على بركة الله وتوفيقه ينطلق شوط الكاس كأس البكار الإنتاج، حيث يجتمع المنتجين هنا في ميدان الوثبة في عاصمة الميادين، حيث تأتي البداية مع أول رموز هذا المهرجان، أول رموز هذه النسخة، نسخة 2016. الله الله الله، إذا تبدأ الإثارة بهذا المنوال، تبدأ الإثارة بهذا الشكل، حيث ننطلق مع الشوط الأول من ضمن 15 شوطا، إلا أن هذا الشوط هو أقواها على الإطلاق. لما لا، وهو الشوط الذي رصد له كأس هنا في الانتظار. إضافة إلى كل كأس، سيارة تويوتا ستيشن جي اكس ار في انتظار الفائز والمتوج بالناموس. أبدأ مباشرة مع المركز الأول، أجد الشاهينية تتقدم الجموع، سالم بن دغاش بن محمد العامري ينطلق مع الشاهينية ليقدمها في الصدارة، بينما المركز الثاني تتسلى النوف، الخوف بالنوف، ها هي الآن تقترب من الصدارة، تحت المركز الوصافة أحمد بن سالمين بن كردوس العامري. أما المركز الثالث تتحرك غزل، تتغزل في المقدمة، تتغزل بالكاس، هذه إذا غزل في المركز الثالث. لبخيت بن سالم بن مبارك المنهالي ومرموقة تنطلق في المكانة المرموقة. على المركز الرابع عيسى بن مبارك بن سعيد بن مرخان الكتبي يقدم مرموقة على المركز الرابع، نقلة وانتقالة على المركز الخامس ليجد احتياط لمسلم بن بخيت بن ناصر النوبي العامري. الله الله، احتياط في أقوى الأشواط، من سيفك الارتباط، من سيحظى على الشرف العظيم؟ الله 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 يا نوف، هناك نوف قلبت الموازين لتسيطر على المركز الأول، انطلقت باندفاع قوي ترجمة لتعليمات أحمد بن سالمين بن كردوس العامري، يدفع بنوف على المركز الأول. إذا نوف الآن تشن هجومها على المركز الأول، تعتلي وتتسنم هذه المرتبة، بينما المركز الثاني الله يا غزل، غزل على المركز الثاني، بخيت بن سالم بن مبارك المنهالي ومرموقة تنطلق، غيرت من المركز الرابع إلى المركز الثالث، تبحث عن الكاس، تريد كأس الإنتاج. هذه إذا مرموقة أو من عم مرموقة، عيسى بن محمد، عيسى بن مبارك بن سعيد بن مرخان الاكتبي الشاهينية، سالم بن دغاش العامري على المركز الرابع. المركز الخامس احتياط لمسلم بن بخيت بن ناصر النوبي العامري. الله، نوف ما زالت على الصدارة ولكن غزل، الله يا غزل، هذه غزل مرت وعبرت وانتقلت إلى المركز الأول. غزل غزل غزل، تغزلي يا غزل بالكاس، وسنتغزل بهذا الأداء، والشعراء أيضا سيتغزلون بك إن حققت الكاس. ولكن عادت نوف من جديد لتطحن المعركة، نوف من جديد عادت. أحمد بن سالمين بن كردوس العامري، بن كردوس يريد الكاس، يبحث عن الكاس. مرموقة أيضا تنطلق، انطلقت مرموقة بحثا عن الكاس، بحثا عن المكانة المرموقة. عيسى بن مبارك بن سعيد بن مرخان الاكتبي، والخطورة من غزل، الخطورة من غزل، ولكن أيضا وصلت مرموقة أخرى، الدحبة بن محمد بن سالم بن صقوح العامري، وصل الدحبة، ووصلنا يا بن الدحبة إلى الكيلو الأخير، كيلو الذهب، كيلو الكاس، أول رموز المهرجان. يا سلام، إذا
إذا الصدارة الانطلاق الأول هنا. ما زالت الأمور مع نوف في الصدارة. نوف 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 على المركز الأول، أحمد بن سالمين بن كردوس العامري، ولكن تتسلل الآن تتسلل مرموقة الدحبة بن محمد بن سالم بن صقوح العامري. يا سلام يا سلام، يصدح بن صقوح مع المركز الأول. الله الله الله، هذه مرموقة انطلقت مشاهدينا ومتابعينا الكرام. مصانع الجنوب تصنع الحدث، تصنع الكاس، تصنع الإنجاز. يا سلام مرموقة، إذا الخطورة مع نوف. نوف نوف نوف، ولكن مرموقة مرموقة إذا في المركز الأول. مرموقة في أدائها، مرموقة في حضورها، مرموقة في انطلاقتها. يا سلام، كأس في السوان كان قبل أشهر، وكأس أخرى تنتزعها في ختام الوثبة. الله، مصانع الجنوب تصنع الكاس، إذا في أقوى أشواط الإنتاج. سلام يا مرموقة، سلام، وتهانينا للدحبة بن محمد بن سالم بن صقوح العامري. المركز الثاني جاءت نوف للسيد أحمد بن سالمين بن كردوس العامري. المركز الثالث مرموقة لعيسى بن مبارك بن سعيد بن مرخان الكتبي. المركز الرابع كان مع الشاهينية لسالم بن دغاش بن محمد العامري. والمركز الخامس أشكال لراشد بن بخيت بن مقارح المري. مشاهدينا الكرام، إذن أول رموز ختامي الوثبة يذهب مع مرموقة. 5:51، 3 أجزاء من الثانية. ما شاء الله، توقيت ممتاز. تهانينا والناموس للدحبة بن محمد بن سالم بن صقوح العامري على انتزاعه للكاس مع مرموقة. المركز الثاني 5:53، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك نوف أحمد بن سالمين بن كردوس العامري. انطلاقاتنا مستمرة وأشواطنا هي للفترة المسائية. 15 شوطا قبل أن أنقل الكلمة لابن حضيرم أخذ المركز الثالث. والتوقيت 5:56، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مرموقة عيسى بن مبارك بن سعيد بن مرخان الكتبي. سالم بن سعيد بن حضيرم والتعليق على هذا الشوط. شكرا.